الآن سؤال بيقول كيف سيظهر السيد الرب يسوع المسيح في مجيئه الثاني في كل مكان وحطت تحتها خط من العالم في آن واحد؟ زي مثلا ما تلاقي الشمس موجودة وكل الناس شايفينها، أو القمر موجود وكل الناس شايفينه، وربنا انت يعني هتقول نص الكرة الارضية هتشوفه ونص ما تشوفوش؟ ده المجال الجو بتاع الكرة الارضية يقدر يسبح فيه كده، ما تقولش الهم. بيقول ستبصره كل عين. ستبصره ايه؟ كل عين. هو الاقمار الصناعية ما بتلفش وبيشوفوها الكل، وفي مسافات بسيطة والكل يشوفه؟ المسيح ستبصره كل عين. سيأتي على سحاب السماء وستبصره كل عين، زي ما جه في سفر الرؤيا اصحاح 1:7-8، هيأتي على سحاب السماء وستبصره ايه؟ كل عين. انت لانك قاعد على الارض فاكر ان الناس بيشوفوا وناس ما بيشوفوش، لكن اللي الكرة الارضية دي بالنسبة له مجرد جرم بسيط من الاجرام السمائية، كوكب بسيط وشايف الكل والكل شايفينه، ما تخافش هتشوفه. واحد بيقول غالبا المدة المسموح بها للاعتراف هي شهر، عمليا يعني لان ممكن يعترف في اي يوم، واكيد ان الانسان لابد ان يخطئ مهما كان في جهاد مستمر، فهل معنى ذلك انه لا يخلص احد؟ لا، يخلص بالتوبة. ما دام قلبك تائب وربنا يقبل توبتك، والكتاب المقدس بيقول ان الله وضع التوبة للحياة، فمش معقول ان الواحد بيكون بيعترف كل دقيقة والتانية او كل يوم والتاني، واحنا بنقول ما فيش خطية ولو كانت حياة يوم واحد على الارض. لكن المهم تكون تائب في قلبك وربنا يقبل توبتك. واحد بيقول اذا سمحت يا قداسة البابا ان تجيب لي عن هذا السؤال، هل كلمة منك لله؟ واحد بيقول كيف ان الضيق ينشئ صبرا زي ما قال الكتاب، بينما نعلم ان الضيق يستنفي الصبر الانسان. الضيق يستنفي الصبر الانسان الخاطي، لكن الضيق ينشئ صبرا عند الانسان البار. الانسان البار ياخد الآية اللي بتقول احسبوه كل فرح يا اخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة، والانسان غير البار الضيق يجيب له تذمر وممكن يجيب له تجديف. الكتاب بيتكلم الضيق ينشئ صبرا عند الناس الكويسين، ومش كل الناس كويسين.
في اولاد من التلامذة بعتين يقول محتاجين نسمع دعوة او صلاة من فم قداسة البابا في هذا الاجتماع لان امتحاناتنا قربت وعايزين كلمة تعزية. بلاش تعزية، قول كلمة تشجيع للتعزية اللي امتحن وما جابش النتيجة. و يا ريت كلنا نصلي من اجل الطلبة وهم داخلين الامتحان ان ربنا يعطيهم الذاكرة الواعية ويعطيهم الفهم الصحيح للأسئلة والإجابة القوية ويعطيهم الهدوء وعدم الاضطراب في وقت الامتحان. وأيضا نطلب أن الأسئلة تكون في حدود مستواهم وتكون مش صعبة ومش معقدة. طبعا بيعلنوا في الجرائد أن الأسئلة في مستوى الطلاب، لكن يعني اهو نرجو ان ربنا يجعلها فعلا في مستوى الطلاب. كمان احب انكم ما تضيعوش وقتكم ما دام ايام الامتحانات قربت، استفيدوا من كل دقيقة من الوقت، كل دقيقة لها حساب. حاولوا تذاكروا وتراجعوا، لان المراجعة بتقوي المذاكرة، وإذا كان الواحد ناسي حاجة يبتدي يفتكرها في المراجعة. كل ما كان الطالب مذاكر ومراجع مرة ومرتين وثلاثة كل ما يكون قوي ساعة الامتحان. وتصلوا قبل ما تجاوبوا، تصلوا في سركم طبعا، مش ترفعوا ايديكم كده وتخلي المراقبين يجي يراقبوكم بشدة، انما تصلوا في سركم صلاة من قلبكم ان ربنا يكون معاكم ويكون مع فهمكم ويكون مع اجابتكم. وما تسلموش الورقة بسرعة، ورقة الاجابة، خليكوا على اخر مهلكم. جايز الواحد في الربع ساعة الأخيرة يفتكر حاجات في الامتحان ما كانش فاكرها قبل كده ساعة ما جاوب. خليكم للآخر. وكل الناس بيصلوا لكم، يعني الكنيسة كلها بتصلي من أجل الطلبة. واحد بيقول ندرت مبلغ من المال ونسيت قيمة هذا المبلغ، فهل يجوز أن أدفع مبلغ آخر علما بأن قيمة هذا المبلغ سوف تكون أكبر من قيمة المبلغ اللي نذرته؟ ما دام أكبر يبقى أحسن، ما جراش حاجة، وربنا مش هيرجع لك الباقي يعني، لكن ممكن يبارك في حياتك وتلاقي جالك أكتر من اللي أنت عملته. ودايما مع ربنا ما تعملوش زي اي واحد محاسب بيحاسب بالارقام. ده لما بيقول لما تعطي مال لا تجعل شمالك تعرف ما تفعل يمينك. يعني يمينك هي اللي بتعطي، شمالك ما تعرفش، يعني انت ما تحطش في مخك اديت قد ايه، حاول تنساه، لكن مش تقعد تحاسب انه تشوف اديت العشور ولا ما اديتش والنزور بالظبط ولا زي ده حته. يعني خليك مع ربنا بحبوح شويه وربنا هيكون معاك اكثر كرما وعطاء. واحد بيقول الآية بتاع الدخول غني ملكوت السماوات، أو يعني دخول جمل من صخب إبرة أيسر من خورة، هل معنى كده أن الأغنياء ليس لهم مكان في الملكوت؟ لا طبعا،
الأغنياء ليهم مكان ما دام المال مش مسيطر على قلبهم. إبراهيم أب الآباء كان غنيا، وأيوب الصديق كان غنيا، ويوسف الرامي كان غنيا، وإبراهيم الجوهري كان غنيا. ليس المشكلة إن الواحد يملك المال، إنما المشكلة إن المال يملك على قلب، وإن هو يعتمد على المال ويعبد المال زي ما قال المسيح تعبد سيدين الله والمال. لكن في أغنياء كتار بينفقوا على الفقراء وعلى الكنائس وعلى الأديرة، وبيستغلوا المال لمنفعة الآخرين، والمال لا يملك عليه. واحد بيقول أنا قادم على خطوة محتاجة لصوم وصلاة، فإذا كان صومي أمام الله سيدخل فيه سبت وأحد، ومعروف إن الكنيسة ما فيهاش انقطاع يوم السبت والأحد، فما هو الحل؟ ما تحبكهاش قوي. ممكن تبقى صايم وتاكل حاجة بسيطة وتمتنع برضو عن المشهيات والحاجات اللي بتحبها، وربنا يقبل صومك. واحد بيقول جاء في رسالة رومية: فالذين في الجسد لا يستطيعون أن يرضوا الله، وأما أنتم فلستم في الجسد بل في الروح إن كان روح الله ساكنا فيه. فهل هذا يعني أننا ما دمنا بالجسد لا نستطيع أن نرضي الله؟ الرسول يقصد أن احنا نكون سائرين حسب الجسد. ورسالة رومية إصحاح 8 اللي فيها الآية دي كل دائر حوالين هذا الموضوع، لأن الحياة الروحية تتلخص في جملتين. الجملة الأولى إن روح الإنسان هي التي تقود جسده، والجملة الثانية روح الله هي التي تقود روح الإنسان. يعني روح الله يقود روح الإنسان، وروح الإنسان تقود جسده، فيبقى القيادة للروح وليس للجسد، والقيادة أصلا لروح الله لكليهما.